إنه وقت الفطور هنا في العاصمة واشنطن. في هذا المطعم تعتمد معظم الوجبات المقدمة على البيض، والذي ارتفع سعره أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، ما أدى لارتفاع تكلفة التشغيل بالنسبة لملاك المطاعم. البيض عنصر أساسي في كل وجبات الإفطار لدينا. إذا تحدثنا عن الأسعار فقد وصلت إلى الضعف في الأسابيع الماضية، وهذا له تأثير كبير على تكلفة الطعام وعلينا كملاك للمطاعم. إذا استمرت أسعار البيض بالارتفاع سنضطر لزيادة أسعار الوجبات مع الأسف. في المنزل لم نعد نأكل الكثير من البيض، نضطر لشراء العبوات الصغيرة. كنا نستهلك البيض بشكل يومي، الآن لا يمكننا ذلك. اليوم اشتريت علبة واحدة فقط. السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع أسعار البيض هو انتشار بداية عام 2022، إذ أصاب عددا أكبر من الطيور مقارنة بعام 2015، العام الذي شهد تفشيا واسعا للمرض. حتى الآن وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، تم إعدام نحو 57 مليون طائر بسبب الإنفلونزا في 47 ولاية. نحن نواجه إحدى أسوأ حالات تفشي إنفلونزا الطيور في تاريخ الولايات المتحدة. لقد فقدنا ما يقارب 43 مليون دجاجة. نأمل بتحسن الوضع مع بداية الصيف، وأود القول إن أسعار البيض بلغت أعلى مستوى يمكن الوصول إليه، ونأمل أن تنخفض في الفترة المقبلة. بعض جمعيات حماية المستهلك اتهمت كبريات الشركات العاملة في إنتاج البيض بالتلاعب في الأسعار عن طريق الاحتكار، حيث حققت تلك الشركات أرباحاً عن الربع الأخير للعام الماضي بنحو 600% مقارنة بالربع الأخير عام 2021. انحصر التضخم في الولايات المتحدة نحو 2.6% نهاية العام الماضي، ما أدى لانخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية، لكن بعض السلع ما زالت أسعارها مرتفعة وتؤثر بشكل سلبي على الميزانية الخاصة بالمواطنين في الفترة الأخيرة، أهمها البيض. كريم يسري، المشهد، واشنطن.